جوزي مخرج وانا فنانه، تلاقيها كثير زينه تنصيه. قال لها شغله سمعت بصوت ست تحت قريبه للقلب، مش عم اقول لكم عنها يعني. وهضومي كثير وهي علاقتي كثير مثل اي علاقه ام بطفلتها، انه بقصر تجاه اي حدا سواء زوجي او طفلتي او بيتي او فني. الحمد لله عم حاول نفق ما بين حياتي الفنيه وحياتي الزوجيه الاجتماعيه، والله يقدرني دائما على ربط هالاشياء مع بعض ان شاء الله. انت هي اول سنه بتحتفلي كأم، بتحتفلي بعيد الام، وصوفي بما انه ما قدرت تكون معك بعثت لك هديه من دبي. شوفيها؟ بقرا لك انا كارتة ولا بتقري انت؟ قريب انت بتقري؟ اه طنط رانيا لإلي. طنط رانيا كنت بدي اكون معك اليوم بس بابا قال لي لازم تنامي، وانا بدي تعطي الهديه لماما عشان عيد الام. بس قولي لماما تعطيني الهديه بس يخلص عيد الام عشان اعطيها انا، او تاخذ الدبدوب الكبير وتعطيني الصغير. ماما انا بحبك كثير وما تتاخري علي، دلوقتك صوفي. يا حبيبي يا حبيبي. شو رايكم نفتحها ونشوف شو هي؟ نفتحها للهديه؟ نفتحها. باللبناني كمان كذبت لي؟ ايه بتحكي لبناني؟ منيحة بتحكي بلاغة اللي عمرها 9 أشهر. ايه اسم الله كلماتها مطوعينها يعني. هاي لإلك رانيا. ميرسي. هاي تشكرنا صوفي. تعالي. ميرسي كثير لك. حطي الحد كمان. حطي الحد، هاي نحضر معنا برنامج وبعدين نبقى معك. هاي صوفي ديانا وصوفي. منيحة هيك. والفرق، ما عندك الفرقة هون. ديانا نكمل حديث عن عيد الأم، لأنه طبعاً نحن اليوم مش عيد الأم، عيد الأم بعد 3 أيام. 3 أيام. 21. كمان بختم المفسر وبعيد ماما بعيد الام ان شاء الله بعيد السنه. نعيد كل الامهات الموجودين معنا على طول يا رب، لانه الام اعظم شيء بالوجود. بتعرفي رانيا هالتضحيات اللي بتقدمها كرمالنا، هالاعمال، هالسهر هيدا، ولو انه عم نقدم لها شغله تهنئه بهالعيد يمكن تستاهل اكثر من هيك. بس لا هي حنغنيها كثير هلا بعد شوي، حنغني لها اغنيه خاصه لها بمناسبه حلول عيد الام. بس قبل هيك كنت حابه شارك معنا الجمهور، هذول ناطرينا من اول البرنامج لهلا، رح اجي لعندكم وشوف شو عندكم اسئله وشو عندكم اهداءات وشو حابين تحكوا مع ديانا، شو رايكم؟ نحن عندكم. شوف ايدين؟ اه اوكي. الشاب هون المشاهد الصديق بعث لي ورقه انه ايمتى حد يجي دورنا؟ صح؟ تفضل. اسم كريم. عبد اللطيف العمري. اهلا وسهلا. نحب اول نرحب في الفنانه ديانا. اهلا وسهلا فيك. وثانيا نبغى نبارك لك على الالبوم الجديد بصراحه. سمعته؟ شيء شيق ان شاء الله على ذوقك. الحمد لله تمام. اي اغنيه اكثر عجبتك؟ اهل العشق. يا اهل العشق انت. واللي سؤال بالنسبه لك، هل انت متابعه الفن الخليجي وبصفه عامه الفن السعودي؟ ومن بيطرب ديانا حداد من المطربين السعوديين؟ انا دائما اتبع الفن سواء خليجي او عربي بكل انحاء الوطن العربي، وانا صراحه كثير بحب النوع الخليجي، كثير يمكن متاثره فيه بحكم عشت فتره طويله بالخليج وبين الكويت ودبي، فمتاثره باللهجه بالالحان الحلوه اللي بتقدمها. وصراحه بسمع للكل سواء من الاجيال اللي سبقتنا او جيلنا هلا، كل فنان عم بيقدم فن راقي ومحترم، بحترم فنه وبحترمه. اهلا وسهلا. تفضل. الاسم الكريم. علي عبد الرحمن. يا اهلين. يسعد مساكي مدام ديانا. اهلا وسهلا فيك. بدي اسالك، المطرب او المطربه اللي تاثرتي فيهم اكثر شيء مين هن؟ برجع بعيد الحكي اللي حكيته انه كلهم بحترمهم وبقدم الفن بكل شيء عم يتقدم على الساحه. ما تاثرت بحدا، حبيت انه اكون ديانا حداد بشخصيتي عبر اعمالي، والحمد لله نجحت بالاعمال عم بقدمها والناس حبت هالاغاني اللي عم بقدمها، فبتمنى اكون ديانا حداد عبر اعمالي.